لن أوقع على قانون لا ينصفكم، لن أوقع على قانون لا ينصف الحق الحق. بهذه الجملة طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصرية بشأن قانون الأحوال الشخصية الذي يناقشه البرلمان، وذلك خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بجلسة تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية. فلا يزال قانون الأحوال الشخصية الجديد الشغل الشاغل لعدد كبير من النساء. حيث طالب عدد كبير منهن بأن يشمل القانون بنودا واضحة تضمن الحقوق المالية للزوجة خاصة النفقة الشهرية، واستعرضن المشكلات والمعوقات التي يتعرضن لها من أجل الحصول على النفقة في حال تعثر أزواجهن ماديا أو فرضت الجهات القضائية والضريبة حظرا على التعامل على أموالهم. وطالبنا بوضع مادة خاصة في القانون تسمح للمرأة بالطلاق حال امتناع الزوجة عن الإنفاق عليها، منوهات بأن الحصول على النفقة حق أصيل للزوجة بموجب القوامة التي منحها الشرع للزوجة. وأشار عدد كبير منهن إلى ضرورة وضع نصوص واضحة لمسألة المؤخر والنفقة حال عدم النص عليهما في عقد الزواج، وعدم ترك الأمر للتفسيرات أو العادات والتقاليد، مطالبات المجلس القومي للمرأة بالتدخل لحسم الجدل الدائر حول مواد النفقة في مشروع قانون الأحوال الشخصية والاستماع إلى مطالب المطلقات. فيما أكد عدد من النواب أنهم حريصين على خروج قانون متوازن يراعي مصالح جميع أطراف الأسرة، ولن يخرج إلى النور إلا بتوافق مجتمعي حول جميع مواده. فقانون الأحوال الشخصية الحالي مر عليه قرابة 100 عام، كما أن التعديلات التي طرأت عليه لم تحقق طموحات المرأة المصرية، فما زالت تعاني من طول إجراءات التقاضي وقلة النفقات، وأنه جرى تدارك هذه الأزمات في مشروع القانون الجديد، حيث تضمن مواد تساعد في ضبط منظومة النفقات من خلال إنشاء شرطة أسرية متخصصة وربط الاستضافة بالإنفاق وتفعيل الملف الواحد للتخفيف عن كاهل المتقاضين كثرة القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية، فضلاً عن إطلاق السلطة التقديرية للقاضي ليتمكن من الحكم في كل حالة بما يحقق الصالح العام. إسراء سعد، آخر النهار.